نكمل اوراقي الجمعه هذه ونكمل اموري ونجيكم الجمعه الجايه. خشوا بدر سلموا علي على برشا نحنينش مع لايف. لازم نبعث له يقبلني على التو، اكيد مشتاقيني. جماعة الليل ترى مين عنا هون؟ مين عنا؟ ولا حدا. خلاص خلينا لحالنا. كم الطبيت في الليل هسا؟ الله نفس النهار وساعة جديدة 100,000 لطف. مش نفس النهار. جبل شفت تعليقك يا جبل. ترى نحي البوني؟ لا لا انا نحب بوني، عجبني مقصرة وكل شيء. لكن في بكرة لايف صباحي زي نفس التوقيت ونفس كل شيء، بنفس 8 بتوقيت الاردن 6 بتوقيت تونس الصباح نفس العادة، نسكره ل 12 لحديش هيك. لكن تواجيت نسلم عليكم وكذا وكذا شوي شوي. اوكي اصلا بكير على لايف الليل لانه خلص يعني الساعه 12 توقيت السعوديه الساعه 12 توقيت السعوديه الساعه 12 توقيت الاردن بكون نايمه، فهمتوا؟ فما بقدر يعني. اللهم اللهم يعني هو ليش انا بفتح زمان؟ لانه زمان كنت وقتي هيك، فهمتوا؟ فانا غيرت خلص. حاول مرة. انتم مش فاهمين. مستر زاك، مستر زاك ما شاء الله صباح ودين دايما موجود ما شاء الله. ضحى حسيتك وقت تاكلي شنو يا روحي ما شاء الله عليك عايشك. نشرب في ريد بول مع الماكلة. طو هذا صحيح نورمال، ريد بول مع ماكلة خاطر ما نجمش نعدي كان بالمشروب. وحق اللي سوى مش توا في الرسم بجد. اخ يا ربي بنت بلادي يا عم بوزين كورينا لبستك ضحى او كاملة على انستغرام. اوه عسلامة عسلامة. في تونس تفتحي بالليل؟ ما نعرفش صراحة حاجة ما نجمش نوعدكم بها. اوه ميرسي غندري ويلكم. غندري شبيك ما تجيش الصباح؟ غندري انا راني بدلت وقت لايف الصباح بكري، احنا نفيقوا ولينا نفيقوا 8 متاع الصباح. حلو لايف متاعنا نبداو نهارنا بعد نمشيو نخدمو كان عنا خدمة برا ندورو ونرقدو بكري سهريات الليل نحيناهم. أصلا أنت غندري أول مرة جيت دعمتني فيها وقتها كان لايف صباح بكري. هو عليا راني نكرهو، راني نكرهو العصير هذا الصباح. من مسج تليفون فاش تعمل صباح؟ علاش تقوم شو تعمل؟ احسن والله واحد يبدا منظم اموره وقته.
في الرسم بجد. احسن السوشي توا حليته والله توا، قلت خلنا عندي 40 دقيقه. شبي لاي فيكتوريا مش قاعد يجيهم الشعار وطاح. شوف بعث لي ورد، نجيب لك ورد اكس او. عرفتي اكس او في تركيا؟ هي ليه هي تعرف ديما تبعث لي، حتى في تونس تبعث لي. عرفتيها؟ اسمعني الحكم الاول، تجيب لي فما حاجه باش نبعثها لك لتركيا حتى تربحي. اسمعني فما حاجه باش نصورها ونبعثها لك. ليه عاد جوحه فما خدمه؟ قلت لي خدمه، خدمه ديالك هذيك فيها فلوس اكثر من دبوست البرفان. شنو هي خدمه تحكي بالرسمي؟ هذيك خدمه على حسابك، خاطر فلوس على حسابك. كاين تكبيس خنفوز. شنو باش نجيب لك؟ باش نمشي نجيب ماكش جاي انت؟ غندري عايشك يا الغندري. الغندري كما كيدعم فين قال لي ميساج انت وقتك كيف. اسمع ضحى، ضحى ضحى عايشك يا الغندري. ميرسي كيف بعث لك قلب شبيك. لاعب الافريقي ذوقنا فلوس الكوره. مش ضحى شنو الحاجه؟ انا بعطيه لك. اسمعني، وينو هارون؟ ريق تاعب ما تركي كل دارها. والله يجي الجو محلي ضحى يهبل، والله الجو يهبل، الشتا يهبل، اك الشتا كل بنين اكل في تونس ما فهمش منه الشتا ذايا والله. المهيدب مهيد سامحني كلكم في نفس البيت. مهيدب مهيدب كلكم في نفس البيت. سامحني ما تحبيني، انا ولدي في بيت واختك وبنت خالتها في بيت. تعرفيني انا وكوثر مستحيل نرقد مع بيت. اي ودك اي انا ودك رحت لا مو نحلوش لايف عادي مع بعضنا جو هكا. يعني انت رح كي باش نجي انا بجي معايا؟ لا لا انا معاهم، انت في البيت لوحدك. معروف انا في بيتي ما وحدي. انت ما تحلي بالصباح. اي كيفاش؟ الصباح نفيق انا، تنجمي تعيطي على روحك. كاز دبل دبل تريبل تريبل. يعني انا وياك نجيب وحدايا. ما هو في اي بي حاجه بي. في اي بي لحد شيء، انت جايه ولا؟ اي جايه، ما ولد اختي معاهم ويجي انت بحدايا عادي. جاية ولا ضحى يجي ثلاثة أيام لخرانين، أنت قلوقية وباش طالعين. لا لا والله باش يعجبك، جاب ورد. ضحى ديما تجيب لي ورد برشا. 38 وردة جميعا، 38 وردة، 38 وردة. لحظة توا نقول لك آخر ثلاثة أيام معناها لو 26 به. يجي وقت اللي نجم نجي مثلا نجي نجم نجي. نجي الجمعة وسبت وحد، وأنتوما تروحوا نهار الاثنين. إيه. تنجي نجم من نهار اثنين. ورد كل شخص مختلف. ورد ضحى دخلت 5 مليون. شو كنت تحكي؟ خايفة تحكي مع امها. هاو قام هارون سمع ضحى قام. شنو تحب ضحى؟ زي البقر. باهي يا هارون، باهي يا هارون. اوكي والله يا هارون اللي جايبتها لك. اوه كانتينا ثانك يو. شفتي الاسباني رحمه اللي مضروب فيا؟ هذا اللي يحط على راسه كسرونه. لا والله ما عليا. اوه ثانك يو كانتينا. يا ما كانتين يا كانتين مي فولو مي اكسبلين لي. اصصي راح نشوف شو حط كانتين. يا لسن 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 كانتيني لسن. اصبري رحمه يا جماعة جحفلوا ما تبصحونيش. كردستان ويلكم. باش يجحفلوك داعمين تركيا دخلوا لي طبعا. اوه لبنان كايس كو. هيا حمسي لي شوية اللايف خليه يرمينا اسود الاسباني. انا ما نعرف اللي عندي بجحفلوا. قالت لي اسد.
قد عنده في اللايف هو ديما عنده تكبير يا بنتي، عنده 10000 كل يوم في لايف ومشهور وعنده ليفل 43. تحقري ليش؟ كبسوا 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 ما نخسروش. يا ربي فوز عليها، فزت على كريم هرب بكري. كريم جزائري؟ هرب. اوجي عندي الاسباني. او اسمع، خذيت الدب دب دولة. ويلكم جايز في الدبل، في الدبل. اوكي يدعم فيك وشكريه. ثانك يو ثانك يو ماي فريند كانتينيا كانيتا كانيتا. اسمعي يجس في العائلة. اه هم اليوتيوب احدث مخبي، مش انا اللي منزله، انا قناتي حذفتها بعد هذا الكليب، بس في حدا من الفانز منزلها. حسبي الله ونعم الوكيل. بس الك الك كم الفيديو هذا مصوره؟ ايام قناة اليوتيوب زمان كنت مشهور، يمكن 4 سنين. لانه بحس محمد رمضان سارق منك الفكرة. لا، قبل محمد رمضان اتصل علي، تعرفي الشبشب اللي بالكليب اخذوه صور فيه أغنية السلطان السلطان السلطان. تعرف يا أيامي هذه قديش جابت على القناة الأساسية؟ قديش؟ حط رقم. قديه؟ 5 مليون. شو الشباب اللي كان متابعنا على اليوتيوب يقولها، ما بمزح. تعرف الفانز عندي، واحد عامل فانز هيها، شوفي قديش عنده مشتركين وقديش مشاهدات الفيديوهات. هيو هذا فانز عنده 81,000 مشترك وعنده مشاهدات لا تقل عن 100,000 كل فيديو. في عنده فيديو 500,000 مليون. والله اسم القناة شباب أشرف أسامة، هذه قناة بس مش تبعتي، ما حد يشترك. شوفوا عليها الكليب، ما حد يشترك. ها مش تبعتي، لا تعطوا فلوس. هاي العربي بالإنجليزي في شحطة، مش إلي هاي، مش إلي. لا حد يشترك بشرفكم، بيعطوه فلوس ويربح من وراي. والله في أخبار حلوة أجتني. شو هاي؟ في تصريح من عيسى، إذا بتذكروه، عيسى والدكتور كانوا مع بعض عندي، أبصر بيجهزوا لي سربرايز في البرنامج. صار شو بدي يصير؟ عم بستنى هيني، في تسكير ملفات. العلي بدون ما تصرح مسكر ملف البرنامج. علي مين؟ ما دخلك، انت جديدة على البرنامج، ما بتعرف التاريخ. توب ون لمدة سنة هم قعدوني. خلي لي قلوبكم انا يا ساتر. نجح في الجماعه تكبيس، نجحتوا شباب. حدا يزت اسد؟ وقت من خلص المره الفتحات اللايف اللي جاي، يمكن اليوم نسهر للصبح. يا أشرف نفتح الظهر زي بعض عاد. طقت أنا بفتح الظهر، بدك نرجع نفتح الظهر سكر لك ملفك. فما عندي مشكلة، لأنه ما بلغم أنا يعني هسا عجيلك، ولا راني والله راني مسكرة يعني. بكرة مثلا بنفتح الساعة 8 بتوقيت الإمارات، حلو نلعب هكا 10 جولات 20 جولة. الساعة 8 بتوقيت الإمارات بكرة بدي أفتح. طيب حلو، وعلى 3 العصر بدي أصير أفتح، 3 العصر و8 توقيت الإمارات. انا بفتح الصبح وبسكر وبرجع معاك الثمانية ساعة وسكر. الساعة لعند الساعة 12 مفيش لايفات خلص، زي هنا انا المفروض نايم. اصلا تحب الصح، لايفات الليل والله تخربوا
والله مشاكل وقصص وترندات أفورة ومفيدة وتحب الصحة اثنين ملاحي وكش فندينا شيء إلهم ليفت اللي صراحة بس كلها ليفت النهار أحسن كثير كمان. حمود يا عمو انت باللايف يا عمو؟ مين ولد اختك هذا؟ ابن اخوي. والله؟ هذا طلع قست. عبور عندك؟ عمو اذا انت باللايف ارمي اسد. ما شاء الله عيلة مطنوخة ما شاء الله. انا ابني ان شاء الله بدي اول ما بدي اكون المخرج ومدير اعمال ابني انا. شو ماله التوبيت هسه في جوله؟ في جوله رسميه لمين وضد مين؟ والله ما بعرف بقولوا كندر وحدا بطولات لازم يطلع فيمس مشهور. ام طلعت ذهبت. لا اسد يا شباب عمي انا مفلس بعت لي انت ليه مسحت الحكم؟ لانك فزت عليك الجوله الاولى وهيك الثانيه. ضحى بكرة جد على الثمانية؟ والله الثمانية بكرة تلاقيني فاتح. ماشي الثمانية بتوقيت الإمارات يعني جماعة السبعة بتوقيت الأردن والسبعة بكون في البيت. اتفقنا خلص يلا تصبح على خير. يلا وانت بخير. باي بقى.